وعلي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة مع شباب العازفين في مسابقة الموسيقى والكورال، ومع أصوات شبابنا المبدعين في الغناء في مهرجان إبداع الموسم التاسع، واللي بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهاردة معادنا مع مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي. مسابقة الموسيقى والكورال بيشارك فيها 19 جامعة متخصصة وغير متخصصة من كل الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وبيتنافسوا على جوائز قيمتها 455 ألف جنيه مصري للكورال و574 ألف جنيه مصري للموسيقى. جوائز مسابقة الموسيقى والكورال بتحمل اسم اثنين من قامات الموسيقى والألحان. جائزة الموسيقى بتحمل اسم الموسيقار الكبير سيد درويش خالد الذكر، صاحب العلامات في الأغاني الوطنية، واللي كان الشعب بيردد أغانيه بكل حواسه. سيد درويش. ولد السيد درويش البحر في 17 من مارس من عام 1892 بكوم الدكة بالإسكندرية. سافر سيد درويش مع فرقة أمين عطلة إلى الشام مرتين، وقد تهيأت له الفرصة لتعلم فن الموسيقى على يد أحد أشهر رجال الفن آنذاك، وهو عثمان الموصلي. اتجه درويش إلى التلحين، فأجاد تلحين الأدوار والتقاطيق والموشحات، وقد كان الشيخ سلام حجازي هو أول من قدم سيد درويش إلى الجمهور القاهري عام 1915. استلهم ألحانه من روح الشعب بكافة فئاته، فاختلط بالناس وعاش بينهم، ما مكنه من طرح مشكلاتهم في موسيقى، ولقب بفنان الشعب. من أشهر أدوار سيد درويش يا فؤادي لي بتعشق، يلي أوامك يعجبني، وغيرها. أما أشهر تقاطيقه أهدى اللي صار خفيف الروح بيتعاجب. أما عن أشهر أوبريتاته فشهرزاد، العشرة الطيبة. توفي فنان الشعب في مدينة الإسكندرية يوم 15 من مارس من عام 1923، تاركا وراءه إرثا كبيرا وعظيما رغم السنوات القليلة التي عاشها. جائزة الكورال بتحمل اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب، موسيقار الأجيال، واللي ارتبط اسمه أيضاً بالأناشيد الوطنية. الموسيقار محمد عبد الوهاب، بلبل مصر، فنان الشعب، ولقب عن جدارة بموسيقار الأجيال، حافظ على مكانته في الصدارة لستة عقود كاملة، كما تميز بدقته البالغة في انتقاء كلمات ألحانه. ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب في مارس من عام 1901 في حي باب الشعرية بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم وهو في سن السابعة. تربى على ألحان وموسيقى سيد درويش، وبدأ رحلته الفنية مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وتغنى له كيلوباترا، الجندول. بدأ عبد الوهاب الفن مطرباً بفرقة فوزي الجزائري عام 1917. درس العود في معهد الموسيقى العربية، ثم عمل في الإذاعة. كان لعبد الوهاب الفضل في إدخال السينما الغنائية لمصر منذ فيلمه الأول الوردة البيضاء. لحن الموسيقار عبد الوهاب للعديد من المطربين في مصر والبلاد العربية، منهم فيروز، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وغيرهم من الفنانين. كرمته معشوقته الجميلة مصر بإنشاء متحف يحتوي معظم مقتنياته الخاصة وتمثال في ميدان باب الشعرية تخليداً لذكراه. خلونا في البداية وقبل انطلاق اليوم من مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي نرحب بأعضاء لجنة التحكيم، القامات الكبيرة في مصر والوطن العربي، الموسيقار الكبير هاني مهنا،
الفنانة القديرة صاحبة الصوت الأصيل نادية مصطفى، والموسيقار الكبير الدكتور سامي الحفناوي. يلا بينا نبدأ مع بعض مسابقة الموسيقى والكورال الجماعي مع شباب منتخب وزارة التعليم العالي، واللي هيقدموا لنا في مجال الموسيقى ميدلي للموسيقار محمد عبد الوهاب أحمد فؤاد حسن، وسولو أكورديون أداء مينا ماهر، وسولو عود أداء فلوبيتير مجدي، وسولو أورج أداء يوسف إبراهيم بقيادة المايسترو الكبير دكتور محمد عوض. يلا بينا نبدأ مسابقتنا، وما ننساش شعارنا، شعار مهرجان إبداع الموسم التاسع، مع إبداع حقق حلمك. فن الصوت الحلو والكلمة الحلوة في اللحن في الغنوة محتاج دايماً مستمعين، ومهم جداً رأي الجملة المحكمين. يلا نشوف مسابقة الموسيقى والكورال هتوصل فين، ويا ترى الفائز هيكون مين؟ مع إبداع هتحقق حلمك. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم من بعد يوم بنستنى النجوم، نجوم في سمانة تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرض فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك، نجمك يعلى وتسبق جيلك. مع إبداع حقق حلمك.
ولسه مكملين مع حضراتكم فعاليات مسابقتنا النهاردة للموسيقى والكورال الجماعي. بنتمنى لكم مشاهدة ممتعة، علشان فاصل سريع على طول وبعديه هنواصل. سنة ورا سنة بنكون معاكم هنا، ويوم بعد يوم بنستنى النجوم. نجوم في سمانا تظهر، ويوم عن يوم بتكبر في القصة وفي القصيدة والمسرح والجريدة وفنون كتيرة غيرها. نجومنا هي خيرها، امسك قلمك اعرف فنك، الموهبة هتعبر عنك انت وغيرك، تلقى مصيرك نجمك يعلى وتسبق جيلك. مع إبداع حقق حلمك. عايزه اقول ان مسابقه ابداع كانت مسابقه مهمه جدا بالنسبه لي، غيرت معايا حاجات كتير قوي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. ناس كتير جدا ساعدتني فيها. اتمنى لكل المتسابقين السنه دي التوفيق والنجاح ان شاء الله. صدقوا حلمكم وصدقوا نفسكم وخلوا عندكم ثقة في نفسكم جدا، ان شاء الله هتحققوا اللي بتحلموا بيه. بدوك مع ابداع حقق حلمك. We'll be right back.
Thank you.
احسنت يا مايسترو، احسنتم جميع طبعا افراد الفرقه الموسيقيه من الطلبه المواهب الحقيقيه، المواهب الجميله اللي بجد اسعدونا. ولكن اعتقد ان كانت البروفات مش كافيه، لان كنت حاسه ان في توهان، ما كانش في ثقه. الثقه هي اللي بتعمل الباور للشغل، والباور هو اللي بيخلي للعمل روح وشخصيه. فانا كنت حاسه ان في كله بيبص بيدور، طب هنقول ايه يعني، في توهان ما. لكن طبعا ده لا يمنع من ان فعلا بتمتلكوا موهبه. كان في مقاطع بتبان فيها طبعا العيدان يا هايلين، الكيبورد كمان، الاكورديون، كله حلو. بس زي ما قلت كان بس ناقصكم ان انتوا كلكم تبقوا واثقين انتوا بتقول ايه. شيء جميل أوي، شيء جميل الأوركسترا الجميل ده من وزارة التعليم العالي. أنا هتكلم على الصلوات. مينا كورديون، أحسنت مينا، أحسنت جدا. وبعدين أورج المدن يوسفة، تمام. عود الفنال حلو أوي أوي، بس أنتوا اللي قفلتوا قفلة الميدلي الأولاني من غير قفلة مستحبة ليه، يعني كان نفسي في المظبوط. هتكلم عن السولوهات الأول. إنه في حاجة، هو في حاجة مش واصلة، في حاجة غير مكتملة يمكن من البروفات. بس أنا متأكد ان الاختيار هو السبب، يعني ما اعتقدش ان الاكورديون اختار افضل حاجه هو بيحبها او متمكن منها. يعني اعتقد الاختيار فيه مشكله. بالنسبه للعود برضو الاختيار، بس في مشكله انه حتى لو اختار صح، دوزان العود لو ما كانش مظبوط لازم النغم هيوصل مش مظبوط للناس، للمستمع. ففي عندك وتر الحسيني اللي كنت اللي هو الاساس بتاع اللحن، محتاج وقت، محتاج ظبط. ووتر الكردان اللي هو بعده اللي هو نغمه الريه، فهم دول كانوا الاساسيين في العزف في اللحن. فكان فيهم خلل في الظبط، يعني مش مظبوطين. فمش عارف ايه السبب، يمكن الوقت ما كانش كافي، لازم الآلة تاخد حقها في الضبط عشان لما تأدي النغم يوصل مظبوط للمستمع. بالنسبة للأورج هو اختار لحن فيه تكنيك وفيه إمكانيات تتناسب مع الأورج، لكن ما اعتقدش انه حافظ كويس، يعني مش حافظ اللحن بشكل مؤكد، ففي بعض النغمات كانت بتنقص منه. لكن احنا طلبه في كليه وفي جامعه، فالمجهود اللي احنا سمعناه بنشكركم عليه جدا جدا، وهننتظر منكم الافضل المره الجايه ان شاء الله. تابعنا مع حضراتكم النهاردة منافسات مسابقتنا للموسيقى والكورال الجماعي، واللي كان فيها معانا النهاردة شباب فريق منتخب وزارة التعليم العالي. بنتمنى طبعا الحظ للجميع وكل المتسابقين في مهرجان إبداع الموسم التاسع، وخليكوا دايما فاكرين مع إبداع حقق حلمك. نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناحك طاير في السما يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في رحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناحك طاير في السما يا حمام. حوادث بتجيب حوادث أحلى، والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا، ياما الحكايات أنواع.
بعيد.